أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الإسلام في إحياء الآثار الإسلامية لأخذ العبرة مثل غار ثور وغار حراء وخيمتي أم معبد وتعبيد الطرق للوصول إليها ليعرف جهاده صلى الله عليه وسلم ويتأسى به؟ جهاده صلى الله عليه وسلم يعرف من التاريخ، من سيرته صلى الله عليه وسلم، ومعرفة جهاد الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم يعرف بدراسة سيرهم كتب التاريخ. أما الآثار فهذا شيء لم يفعله السلف، ولم يبعثوها، ولم يعتنوا بها، ولم ينظموها، ولا يترددون عليها، لأن هذا فيه وسيلة إلى الشرك، لأنها إذا أحييت ونظمت اعتقد فيها العوام، تبركوا بها، وحصل الشرك في الأمة. نعم.